شوف شو بتقلي هلا. faster. حاضر ها. This fast شو رأيك؟ على شو قوسي؟ مين يقولي daddy donkey؟ daddy donkey. Hey go. What's the password؟ شو كلمة السر؟ daddy donkey. صح روحي. يلا قولي شو الكلمة؟ daddy donkey. Good job. قبل ما بلش الفيديو شايفك يا مصطفى انك عم تحضر ومو عامل سبسكرايب، نفسي افهم ليش. المهم انزل اعمل سبسكرايب، اكتب كومنت حلوه، حط لايك وفعل الجرس اليوم معلش يلا وبس يلا على الفيديو. اوكي يا جماعه اللي حضر الفيديو الماضي خليني اذكركم هيك صار، الخسران حيكون الاسيستنت تبع الثاني ل 24 ساعه. فهلا حان وقت العقاب. الله يا اصاله جاهزه الصوت. اليوم هو يوم هذا اسعد يوم بحياتي. اسعد من يوم العرس، حشغل اسامه اليوم. بتعرفوا لولا اليوتيوب فيديو ما كان استحقيت حلمي هلا. استحقيت، فكرت حتقول ما كان استحق على قلبي. بنتك كيف ناس سكتها بنتكم هي اللي ورا؟ كيف ناس سكتها؟ اصاله اليوم يسكت بنتك. سكتها. اه بلشنا من هلا. يب. اه من هلا بلشنا. يلا روح سكت البنت يا ولد. تمسحي بكرامته الارض اليوم اوكي؟ لا عندي كثير طلبات. اصاله محضره اشياء لازم اعملها اليوم. فواحدة واحدة حتقلنا اياهم عشان يضل في اكشن بالفيديو. انا اسامة حيخدمني اليوم بسبب ارتباحي باخر فيديو. شو صار؟ استنى استنى. شو صار؟ ما شاء استنى. شو عملتي الفيديو الماضي؟ هاي كلمة. شو ارتبحتي؟ انه ربحت. ارتبحت. اوكي ايه اوكي الف مبروك لارتباحي راح بلا انه ربحت باخر الفيديو حلبسه لبس معين كمريول ما حيلبس. ما حيلبس. يا ولد. ما حيلبس. لا تلبس هذا التحدي. ما حيلبس. شو شكلك ما حتلبسه؟ ما حلف مو لابسه اصلا. بتعرف شو بيضحك؟ ليفل كرامتي حتضلها عن نزول الفيديو كله. والفيديو حيكون حماس لانه بصراحه انا هلا عندي كثير طلبات وجهزتهم من امبارح. اول طلب هلا اشتهيت تفاح. اوكي اسامه بدها تفاحه لو سمحت. اوكي حاضر. اوه لازم تغسلها بمي بارده. انت بدك تفاحه صغيره ولا كبيره؟ يا هي. اوكي هي. تفاحه ناشفه كمان. حنشف لك اياها. تمام. هي اول طلب ناخذ لي اياه. اوكي تفضلي يا ست اصاله. تسلم. غسيل ولا شيء. اوكي لحمه وحده طلعت لو سمحت لا تحكي هيك على الاساس. انا اسف. ايش ما اسف. كيف بيبي بانكن بيبي حلي عمي انت بيبي بانكن تبعك. اه قصدي قصدي اه لو سمحت اعتني ببنتي. ايه صح وسام وقعت قطعه على الارض. بلشت الكرامة متذكرين هي بلشت. لا ليك عن جد صح لازم توقعي على الارض. شقفة من التفاحة وقعت تحت اجري. ما قصدي شيء بس انا حامل. صح يا حامل. انا جبتها لاني حامل مو لاني خسرت التحدي. اوكي هلا حنبدا هي بس مزح كان. سو في دفتر وقلم هون ومطلوب من اسامة يكتب لي رسالة انه كيف انت اسف لانك قلت اخر مره انه انت حتربح التحدي. اه بدي اكتب لك رساله اعتذار. يس اعتذار. قول اسف. وقد ايه طولها بدها تكون؟ نص الصفحه بتكفي. نص الصفحه؟ نص الصفحه؟ انا كلمتين ما بعرف عنوان ما بعرف اكتب اكتب نص صفحه. لا شفت كل الخطوط هدول يعني سطر. شو؟ سطر ورا سطر. اوكي. اه بالانجلش بدك؟ اه ريحتيني اذا. Letter to Asala. I am very, you are also very, 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 very. Please accept. Give us. والله I am very sorry Asala for you thinking I am better than you at the challenge. You are the best person in the world. You are also the best YouTuber. I wish I can be like you. You are so very 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 insanely من helpful. قلبي هي أصيد أصدت. I am so happy that you are around to help me. Please accept this apology from your favorite brother and the whole wide round big world. You are very amazing. I am very 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 sorry. لا حسيت نفاق. مو نفاق هي من القلب.
انا من القلب طلعت الرساله هيك. ما اقتنعت. خلص الفيديو. اوكي انا هلا بصراحه بدي شيء ثاني، بلشت جوع شوي. اصاله انا بدي اياكي انت عم تفكري هلا تذكري لما تذكري لما كركب البيت. نو انا مو حقوده يا ولد. الله يا اصاله ما عرفتك. طيب شو حتعملي فيه؟ جات شوي بدي بيتزا. اختارت باربيكيو تشيكن بيتزا. انت حسيتك ما جبتي لكل العيلة. مش ما جبت لكل العيلة، انا ما خلصت الطلب انا لسه. اوكي تفضل. اخذت باربيكيو تشيكن لارج. ايه؟ هي ما شاء الله عليها يعني، ان شاء الله تاكل حبة. بس هي اصلا ما بتعرفها صارت تاكل 12 حبة بدقيقة. والله. اوكي هو سبه خلاص حبيبتي. طلبت شو جرين ستريب هذا مدام؟ فيها تشيكن وباستو وهيك اشياء. خلص ماشي. كانه مو عاجبك. انا اللي عاجبني تمام. الفيديوهات كله بده يعجبني المفروض. placing order your order أسامة done. يا ولد هي غيره مدام. مبروك أصالة. عاجبك شغله لهلا ولا لا؟ كثير والله عاجبني. اوكي هلا شو بدك؟ ميلا دائما لما تقعد هون بتعمل وسخ وازمه. أوكي. فبس بدي اياك تجيب المقشه وتنظف الارض. حرقبك مشان ما تغش. وانا كمان حرقبك مشان ما تغش. شو لك علاء انت لسه كل مره كشك. أصالة عم يحكي مع زوجك بطريقه سيئه. علي صوت كمل. انا بسمع الكلام. انت شو دخلك؟ بالله عليك شو دخلك؟ تعرف تعال خد طمني يلا. صوتك مو عاجبني. حبه حبه اذا بتريدي مديره. ميلا عم تقول لك ميكا ماسا فيو. ميكا ماسا فيو. استني ليخلص اليوم والله يجيبها هدلك هلا. ما عم يرضوا يطلعوا. ما بعرف استخدم هاي. ول شو انك كلهم مطرح واحد. بيبي على فكرة أنا بعرف أشتغل أحسن منك هالشغلة. مو شغل حلو؟ لا طبعاً. بتجيب هاي وبتمسكن وبتميلها هيك لتحت وبتعمل تش تش تش. والله بتفهم على الزبالة أنت حسيت. إيه إيه. والله برافو. عم بيصير معك؟ عم نضف. تريد أن صلي على النبي. أسامة لو سمحت مرتي بدها 500 دولار. 500 دولار؟ إيه. يعني على الفاضي هالفيديو. بعد الفيديو اعطيك اياها فوق. اوكي خلص. قول والله. بدك تقول والله. واو هون سمعتها. بدي اياها صحيحة كاش. شو اسمها؟ صحيحة صحيحة. صحيحة. شو صحيحة؟ فرجيني كيف اعملهم. شايف هون؟ ايه. هيك بالليمون هيك. ايه كفو. كفو. ببرونه ما قدرت اجيبها. واو سامة مين؟ housekeeping. بيوتي ممكن انا اختار لو سمحتي؟ اوكي انا بختار. شو بدك؟ اوكي اسامة امسك الكاميرا. شو بدك؟ شوف شو بدي. شو بدك؟ انا بصراحة حاسس انه البيتزا من غير حلو ما انا ظابطة. بدي سكيتلز. سكيتلز بدك؟ ايه هدول الحامض. ايه فبتختار بتطلع لي كل الحبوب الخضر بتعطيني اياهم الي، كل ايه. الحمر بتعطيهم اياها لميلا، وكل الملونين التانيين بتعطيهم لباقي العيلة حسب اللون اللي هن بدهم اياه. صراحة حسيت انس اللي طلبه اسوأ من كل شيء اللي انا طلبته مع بعضه. فبصراحة ايه. يا ويلك مني يا جماعة اذا بتوصلوا هذا الفيديو ل 500,000 لايك اسامة حيصير الاسيستنت تبعي وهون حتشوفوا الشغل. لا توصلوا. لا توصلوا. الاسيستنت لما يكون اسيستنت لانس حيكون الوضع كلياته مختلف. الله هي البيتزا. اجت البيتزا. اوكي اصاله طلعت لفوق سو انا حطلع لها اياها. تفضل. اوكي سو اليوم انا كنت مساعد اصاله. اخر شيء هو انه بدنا نروح نجيب السكيسز. او هي لك هاي توصايه اصاله لانس. بس انا مالي داخل على المحل انه انا بس هالسواق انا. ايش هاي جاي؟ والله بصراحة طفشان. خلص سو هلا اخر شغلة ضلت اللي هي حتجيب لانس السكيتلز. اخضر لحال واحمر لحال وبتعطي الاخضر لإلي والاحمر لميلا. اوكي سو هلا اجيت على المحل وهي كانت اخر سكيتلز عندنا اياها فالله ستر اخذناها وبس. وهي ناس عم يستناني برا هلا ويلا. اخر وحده. والله والله اخر وحده. وصلنا على البيت الاماني. هذا اكثر شيء انا كنت ما بدي اوصل له اللي هو السكيتلز. اوكي كم ست؟
الكروت. اوكي يلا كل وحده ميله بتاكلها انا ما لازم ضبها سو كفو. اوكي بتحط اول سكيلز وي لايك ات. اوكي وهي اخر اربع حبات بني وبهيك بنكون خلصنا ميمي سيي وير دون سكيلز دون سكيلز. هلا باقي نجيب انس نعطيه الاحمر اللي بده اياه عشان يحل عن راسنا وبس خلينا نجيب انس يلا خلصنا تعال شوف ورجيها للكاميرا شوف هاي الاخضر هاي البرتقالي هاي مدري شو لونه هاي الاحمر هاي الاصفر الازرق والبني اي واحد بدك انت انا بدي هاي الاحمر ايه. مبروك عليك هيك منيح خلص اوكي الباقي نرجع له الو لا 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 بالله لا ترجع لا 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 والله ترجعوا لا 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 انس لا بالله والله لا ترجع بس يا جماعه انتم ما شفتوا شيء لا 500000 لايك لا والباقي علي يا جماعه بالله عليكم هذا لا توصلوا بالله عليكم بالله عليكم جد هذا لا توصلوا على خير برافو اسامه برافو شو برافو. لا 500000 لايك والباقي علي والله لا توصلوا يا جماعه اخر فيديو يا جماعه تعملوا لايك سبسكرايب اكتبوا كومنت حلو تحت وبس الى اللقاء لا يا جماعه اليوم ما في نكته لانه مستوى النكت بالكومنتات متراجع كثير فاذا بتريدوا بدنا نحسن مستوى النكت لانه لازم نكون ابيخ نكت في اليوتيوب فاذا بتريدوا من هون رايح دائما بالكومنتات اكتبوا لي نكت بايخه لحتى احكيها باخر الفيديو وحط اسمكم وبس بشوفكم بنكته الاسبوع الجاي.